دلوقتي بقى انا معايا البطه دي تقريبا 3 كيلو، الكيلو بتاع البط البلدي ب 60 جنيه، للناس اللي حابه تعرف برضو السعر. انا نظفتها، وهو طبعا راجل منظفها لي من الريش، ولو في بواقي اي ريش طبعا بتشيليه بايديكي. حطيتها في غسلتها بالمحلول النقع اللي هو ميه وليمون وملح وخل، ما بتنقعهاش علشان الخل ما يدوبش اللحم بتاعها، يا دوبك ما بتاخدش دقيقتين وبتشطفيها وبتكون جاهزه معايا ان احنا نبتدي نسلقها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ دي التتبيله بتاعتي. دي معايا بصلايه كبيره مفرومه، وتقريبا نص حبايه جوز الطيب او اقل من النص شويه، بشرتهم، ومعايا بهارات مشكله وفلفل اسود ومعلقة سكر كبيرة. معلقة سكر مهمة جدا في الطعم ونكهة الشوربة بتاعتي. هعمل ايه؟ هقلب كل الخليط ده مع بعض. بصوا، ضروري جدا ان انا البهارات والتوابل ادعكم كويس جدا مع البصل، علشان مية البصل كلها تطلع، ده هيخلي نكهة البطة بتاعتي باينة وهتبقى تتبيلتها حلوة جدا. بعد ما دعكنا البصل كويس جدا، هبتدي اتبل بقى البطاية الجميلة بتاعتي بالبصل مع التوابل، وبرده من جوه ضروري جدا، يعني شبه هحشي البطاية بالبصل اللي احنا عملناه، علشان لحم البطة من جوه يبقى ايه، متبل وليه طعم حلو جدا. هتبل بقى البطاية كلها وارجع لكم على طول. دلوقتي بعد ما تبلت البطه بتاعتي كلها ودخلت الرجلين بتاعتها في الفتحه اللي هي بتبقى هنا، بيبقى الراجل بتاع الفراخ مجهزها لك علشان تبقى في التقديم شكلها حلو. طبعا تبلتها من جوه كويس جدا. وبعد ما قفلتها هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوريكم التتبيله بتاعه الشوربه بتاعتي علشان تطلع شوربه تحفه. طبعا ضروري جدا تكون الحله عميقه شويه علشان الميه تغطي البطه. انا حطيت ورق لوري وحطيت رشه جوز الطيب. جوز الطيب ضروري جدا في الوصفه مع البط، بتدي طعم رائع. وحطيت عود قرفه وثلاث فصوص كده قرنفل، وطبعا حبهان وطماطمايه، وهحط كمان بقيه البصل اللي احنا جهزناه لتتبيله البطة بتاعتنا. وبعد كده هبتدي احط البطة بقى في الحلة واجهزها للسلق. زي ما احنا شايفين انا هسلق البطة بتاعتي، وطبعا الجزء اللي باين ده يا اما هملى الحلة لسه مية تاني، يا اما ممكن بقلبها تقليبة واحدة بس. خلي بالك ان البط ما يتهريش منك انت، عشان تعرفي ان هو استوى ازاي. هتحطي شوكة على الجنب كده بس من عند الصدر، بمجرد ما تحسي ان الشوكة دخلت بسرعة جدا هتعرفي ان البطة بتاعتك استوت. ده بالنسبة للمبتدئين. للناس اللي عندهم شوية خبرة هي بالشكل كده بتبقى بنت ان هي استوت، علشان لو اتهرت منك هتبقى شكلها مش حلو في التقديم. انا هعمل ايه؟ انا مش هحمرها، هديها اللون الجميل بتاعها ده ازاي في الفرن بخلطة تحفة جدا بالقشطة. كملوا معايا الفيديو للاخر علشان اوريكم هنديها اللون الجميل ازاي ونحمرها في الفرن. البطايه اتسلقت، هبتدي هعمل ايه بقى؟ هحضر الخلطه الجميله علشان احمرها. زي ما احنا شايفين، دي معانا معلقه عسل، ودي معانا معلقه قشطه جاهزه، ودي معلقه من البودر اللي هو بتاع ماجي اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، بيدي طعم حلو جدا. وهاخد يعتبر معلقتين لبن، وهبتدي ادوب الخليط ده كله مع بعض. اهو جاهز معانا خليط طعمه حلو جدا. هبتدي بقى ادهن البطاية كلها بس من الظهر الاول، وبعد كده هحطها تحت الشواية على درجة حرارة عالية لحد ما تاخد اللون الجميل، وبعد كده اقلبها على وشها وادهنها برضو، وهوريكم الشكل في الاخر عامل ازاي. ادي البطة الجميلة بتاعتنا بعد ما طلعناها وزيناها وقدمناها مع سيرفيس محشي الكرنب الجميل. ايه رأيكم بقى في طريقة التسوية بتاعتها؟ تحفة جدا. وجربوا الطريقة بتاعتي، طريقة تقليدية ما فيهاش اي افتكاسات، بدون برتقال. ان شاء الله في مرة تانية هعمل لكم البط بالبرتقال، بس دي الطريقة التقليدية لعمل البط، او الطريقة الكلاسيكية لعمل البط. يا رب تكون طريقتي النهاردة عجبتكم، جربوها، وان شاء الله اشوفكم على خير في وصفة جديدة من قناتي انا جرمين المحلاوي. سلام.